صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور سات جوردن وعلى نور سات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك، ودائما نقول نهاراتنا جميعها مباركة بإذن الله، خاصة من يتبع الإيمان، من يتبع الإلهامات الإيمانية والروحانيات اللي تبث يوميا عبر صلواتنا، عبر قداديسنا، عبر أخبارنا الكنسية ونشاطاتنا الرعوية، ومتابعتكم، متابعة أعزائنا المتابعين والمشاهدين لنشاطاتنا ولفقرات نور سات. فدائما نقول دائما نهاراتنا مباركة، ونبدأ دائما في دعاء للرب أنه يبارك نهارنا ويباركنا بنعمه وعطاياه ومحبته، وأنه عم نصبح معكم في هذا النهار المبارك، أنه صبحنا وطلعنا على الشغل وربنا أعطانا نعمة أنه نعيش هذا النهار المبارك. فشكرا لله، ودائما ندعو ونشكر الله على نعمه وعطاياه، نشكر الله على محبته، نشكر الله على عائلاتنا، أولادنا اللي بتروح على المدارس وهلأ عم تعمل امتحانات. منبارك لكل الخريجين والخريجات الآن في حفلات التخريج في المدارس، انتهاء العام الدراسي لهذا العام 2022، وتبدأ الامتحانات الجدية خاصة لامتحانات الثانوية العامة أو من يتبعون البرامج الدولية. ما بدنا نطول عليكم، ونطول على ضيفنا العزيز أبونا نبيل حداد، مدير مركز التعايش الديني في الأردن، وأيضا هو مش غريب على شاشة نور سات، فهو مقدم برنامج عين على المشرق. فصباحك نور أبونا. وصباحك نور وبركة وخير. الكلمات الطيبة اللي بدأت فيها هذه الإطلالة على جمهورنا، جمهور هذا النور في صباحهم نور. أنا سعيد أن أكون في ضيافة برنامجك الطيب. وأنا بقولش ضيف، أنا بقول أهل البيت يا أبونا، ما أنت من أهل البيت. من أهل البيت لكن أنا أحس نحن ضيوف على البرنامج أنا وأنت. شكرا. أنا سعيد أن أكون في هذا البرنامج وبمعيتك، وسعيد أيضا أن البرنامج، هذا البرنامج الصباحي اليوم، فيه إطلالة جميلة، هكذا يقول عنوان حلقة اليوم. إطلالة إيمانية، إطلالة وطنية، وما أجمل أن يجتمع الإيمان والوطنية. وأنا أقول بأن الإيمان، سواء الإيمان الروحي أو الإيمان الوطني اللي هو انتماء ووفاء، هذا من ملامح القداسة. لا يمكن أن نتصور مواطنا صالحا إذا لم يكن عنده من ملامح الإيمان، ولا يمكن لمؤمن صادق أن يكون إلا مواطنا صالحا. فهذه العلاقة ما بين الإيمان والوطن أنا أراها واحدة في الهوية، في السلوك، في الحضور، في الحياة، في العيش، في الممارسة. أنا في هذا اليوم معك أطل على هذا الوطن الذي نعشق، نطل في الاستقلال على الاستقلال، نعم، ونطل على هذا الاستقلال لأننا بنور سات، ولأننا أبناء وطن مسيحيون يعشقون الوطن أكثر لأنه وطن مبارك. يعني أنا مش مسيحي مواطن في أرض غير الأرض الأردنية، نعم، ومع حبنا لكل الأوطان ولكل انتماءات الآخرين لأوطانهم، لكن عندما يكون المسيحي أردنيا له نكهة، هذه النكهة خاصة.
هذه النكهة عبيرها في إيمان المسيحي، وهناك ارتباط بهذه الجغرافيا. نعم. بقدرش أشوف الأردن كمؤمن وكخادم، كرجل يخدم الكنيسة والله، وغايته مجد الله الأعظم وخير هذا الوطن. بقدرش أشوف الأردن إلا بعيون أردنية. يعني أنت محب للأردن، ومن يتكلم عن الأردن يعني أنت أبونا نبيل. عندما قررنا أنه يكون حلقة مميزة بمناسبة عيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنية الهاشمية اللي بنحتفل فيه ب25/5، وتبدأ الاحتفالات يعني عينتها المملكة الأردنية بثلاثة أيام، وذلك بمناسبة المئوية الدولة الأردنية. صرنا 100 سنة لإنشاء الدولة الأردنية، لذلك عندما قلنا بدنا نعمل هذه الحلقة المميزة عن عيد الاستقلال، فأبونا أن استضفناك أيضا وأنت تتكلم بهذا الحب وهذا الشغف عن هذا الوطن، وطن الأردن الذي تحمله في قلبك وكل ذهنك، ودائما على منابر الكنائس ترفع الدعاء للوطن أنه ربنا يحميه بكل كافة قطاعاته، بالأمن والجيش والأجهزة الأمنية والحكومة وجلالة الملك على رأسهم. فهذه مناسبة حلقتنا لهذا اليوم، وسوف نستمر في هذا الكلام المعبر والنابع من الإيمان، إيماننا وحضورنا المسيحي في هذا الوطن، في هذا الشرق. فحضورنا مثل ما قال السيد المسيح ليكون كالملح والنور والخميرة. والآن يعني رب يعني أبونا رح يحكي لنا شو معنات الملح والنور والخميرة، وأنتم تعرفون هذه المقولة وتحفظونها، لكن نرددها ونعيد بثها عبر قنواتنا لكي نذكركم بأن مضبوط عددنا قليل نحن المسيحيين في هذا الشرق، لكننا مطلوب منا أن نكون كالخميرة والملح الملح والنور والخميرة. نعم. أبونا نعطي البركة، هيك بركة منك من حضرتك للمشاهدين، وننطلق بالحديث بهذا الموضوع، الموضوعنا لهذا الصباح. تفضل أبونا. نحن في زمن القيامة. نعم. فنبدأ ببركة القيامة التي تأخذنا، بل ونحن نأخذها من القبر الفارغ. المسيح قام من بين الأموات، وطئ الموت بالموت، وهب الحياة للذين في القبور. باركنا يا رب، بارك لقاءنا، بارك يومنا، بارك نياتنا، حتى نكون شهودا لك، شهودا يحملون إيمانهم يعيشونه في مجتمعهم، ليكونوا ملحا، لأن هذا الملح سيعطي نكهة ولونا وطعما لحضورنا المستند إلى الإيمان بك، إلى الإيمان بالخلاص الذي تحقق يوم القيامة. لأننا قياميون نقول أن القيامة هي درس للاستقلال، وفي الاستقلال نحن أبناء القيامة ومواطنو الاستقلال. بارك وطننا، بارك قيادتنا، بارك شعبنا كله. أعطنا يا رب أن نكون أمناء على رسالة الإيمان ورسالة الوطن. أمين. أمين يا رب. أمين، وصلاة مقبولة يا أبونا، نشكرك عليها. مشاهدينا، ممكن وأنتم تتابعون صفحتنا على النورسات كمان تجدون هذه اللحمة وهذه الصلة بين نورسات كمكتب لنشر وتغطية النشاطات الدينية والكنسية والرعوية، وخاصة أنه كان الفترة الماضية كلها تحمل هالمناسبات الجميلة، من تعيين مطران جديد، من مناسبات رعوية، احتفالات كنسية، وأعياد مار شربل والقديسة ريتا أيضا
عيدها كان أمس، فكل هذه المناسبات اللي بنحتفل فيها. مثلا شفتوا كمان أيضا زيارة النواب المسيحيين لمكتب النور سات للاطلاع على نشاطات هذا المكتب والطموحات المستقبلية وكيف مجال التعاون ما بين مجلس النواب وأيضا فضائية نور سات كمنبر إعلامي مهم في هذا الوطن. وأيضا راقبتم وتابعتم زيارتي لرئيس الديوان الملكي معالي السيد عيسى يوسف العيسوي، فاهتمام الديوان الملكي أيضا في مكتب النور سات وتغطية نشاطاته والاطلاع على هذا المكتب وهذا المنبر الإعلامي. فمن أهمية هذا المنبر الإعلامي في هذا الوطن يعني استقبالهم ومحبتهم وأيضا الكلمات الطيبة التي سمعتها منهم من خلال متابعتهم واطلاعهم على هذه النشاطات اللي بنقوم فيها. طبعا شجعونا وشدوا على إيدينا ودعمونا بمحبتهم بكلماتهم، وأيضا كمان أنه طرحوا علينا أي مساعدة ممكن أن يقدموا لنا إياها، أي مشكلة ممكن نصادفها، وإن شاء الله ما منصادف أي مشاكل لغاية الآن يعني. فهذه المحبة ترونها من خلال هذه الاستضافات وهذه اللقاءات. ولما نقول إنه ما بين المدني وما بين الروحي، ما بين الكنيسة وما بين الوطن، فهذه اللحمة هي عملية متكاملة. ما بنقدر نفصل الزمن العالم الزمني والعالم الروحي عن بعض، نحن نعيش بعالم متكامل. يسوع المسيح جاء على الأرض وعاش على هذه الأرض واتبع كل القوانين والشرائع الموجودة آنذاك من الحكم الروماني والقوانين والأنظمة، في مثلا القديس ليسوع في الإنجيل لما مثل القديس بطرس قال له إحنا عم ندفع الضريبة للدولة، قال له بطرس لا يا معلم ما عم ندفع. يعني هذا بإنجيل متى، يعني أنا ما بدي أقول إنه بتجيب من كيفها، وإنجيل متى 17 في رواية الإنجيل في كفر نحوم يسأل جامعو ضريبة هيكل الدراخمة بطرس طبعا عما إذا كان يسوع يدفع الضريبة فيها، فيجيب ذلك عندما عاد يسوع للمكان الذي يقيمون فيه تحدث يسوع عن الأمر متسائلا رأيه ممن يجمع ملوك الأرض الرسوم والضرائب، فمن أبنائهم أم من الآخرين؟ فطبعا يجيب بطرس من الآخرين، فيجيب يسوع إذا الأطفال معفى، لكن لئلا نتسبب في عثرة اذهب إلى البحيرة بحر الجليل وألق الصنارة، خذ أول سمكة تصطادها، افتح فمه وستجد استارا، خذها وأعطيها لهم مقابل ضرائبي وضرائبك. فكان يؤدي الضريبة وكان يقوم بكل هذه المهام المدنية المطلوبة من المواطنين اللي بيعيشوا على الأرض، فكان يسوع ملتزم بهذه القوانين والأنظمة. وعندنا كمان أعطي ما الفلس لقيصر ما لقيصر وما لله لله، فهذه أمثلة. أنا جبت هذا المثل لأنه هذا المثل مش معروف يعني للناس يعني. تفضل. أنا أرى أنه موضوع لقائنا في هذا الصباح الجميل الاستقلالي القيامي الإيمان وهذا الحضور المسيحي في المئوية الأولى، نعم. هذا الحضور المسيحي يتجاوز دفع الضريبة ويتجاوز أيضا أن نقوم بواجبنا الذي يتوقع من كل الناس، كل مواطن، كل مواطن في أي دولة في أي مجتمع عليه أن يقوم بواجبه. نعم، على المسيحي، وأنا أرى هذا رأي شخصي، على المسيحي أن يتعدى ذلك. ليس كافيا أن أكون قائم بواجب، على المسيحي أن يكون مبادرا، أن يتحرك بشغف حب
هذا الوطن أن يتحرك ليملأ فراغا ليجسد ويرسخ جمالا ليعطي قيمة لكل ما هو جميل. وطننا وطن باركته السماء، ولا يكفي أن نكون ورثة لهذه الجغرافيا، بدنا نكون ورثة بيستاهلوا ينتموا إلى هذا الوطن. نعم. كثيرون الذين يتمنون أنه يأخذ جواز سفر أردن، أنا بحكي بحديثي استقلالي. نعم. في هذا النهار، يعني أن انتماء للأردن هو انتماء لأرضه وللسماء التي باركته. الانتماء للأردن ينبغي أن يكون إيمانيا يحمل الأربع ألوان. العلم الأردني أربعة، ما فيهوش أزرق وفيهوش أصفر، فيه أربعة ألوان، لكن في مجمله للمسيحي عليه، وأنا أتحدث من بدافع إيماني بهذه الأرض. نعم. عليه أن يتحدث، أن ينطلق في نظرته إلى 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 إلى, إلى وطنه وعلاقته بوطنه، إلى أن يرسخ إيمانا في بعدين، بعد مجتمعي أفقي، وهذا البعد العمودي ارتباطه بالسماء. الأردن أرض مباركة، أرض مقدسة، ورثتها ليسوا أميز من الآخرين وليسوا أفضل من الآخرين إذا لم يكن لهم هذا الحب. وعندما نتحدث عن 100 عام ملامح ومظاهر هذا الانتماء المسيحي كان واضحا. Hello. كانت واضحة. الدور الذي قامت به المؤسسات الكنسية والمؤسسات التابعة للكنيسة وللجماعة المسيحية التي هي ولها الفخر تنتمي إلى 2000 سنة من هذا الحضور. No. كان لها دور، ويظهر هذا الدور من تأسيس المملكة حتى الآن في مجالات كثيرة، في التربية، في الصحة. نعم. في 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 الخدمة. نعم. في الخدمة في القوات المسلحة. نعم. الأردنيون المسيحيون قدموا شهداء، الأردنيون المسيحيون تعبوا، ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. نعم. عملوا، ومعنا أبونا عملوا في السياسة. معنا اتصال من أردني عمل وأيضا في السياسة، وهو سعادة العين جميل النمري، حابب يقدم بطاقة معايدة. فصباحك نور سعادة العين. صباح النور لك ولكل المستمعين الكرام ولأبونا نبيل وكل المعتول. يسعد صباحك. صباح الخير أبو أمير. أبو أمير، ماذا تقول في هذا العيد، عيد الاستقلال الأردني سعادتك؟ وتفضل تقدم بطاقة المعايدة لهذا الوطن. نهنئ أنفسنا، نهنئ قيادتنا جلالة الملك المفدى، نهنئ الحكومة، نهنئ القوات المسلحة، نهنئ أجهزتنا الأمنية، نهنئ جميع عموم المواطنين بهذا العيد. الحقيقة قبل يومين احتفل المسيحيون واحتفلت الكنيسة بصلاة الأحد. نعم. بعيد الاستقلال. نعم. بصورة أفلجت صدورنا. نعم. كانت مبادرة غير مسبوقة أن تقام صلاة احتفالية في عيد الاستقلال، أي بمناسبة وطنية وليس بمناسبة دينية. هذا له دلالات مهمة على الانصهار. نعم. المسيحي الوطني بالانتماء العميق والعريق لهذا البلد، لهذه الأرض، ولهذا الكيان الوطني الذي ساهم المسيحيون في إنشائه، في إرساء دعائمه، وفي نموه وازدهاره.
لا ننسى أن هذا الاحتفال هذا العام هي الاحتفال بأول سنة نخطو بها في المئوية الثانية نعم للدولة الأردن، نعم وقلة من الدول العربية التي تحتفل باستقلالها نعم وهي مستمرة منذ الاستقلال أو منذ إنشاء الدولة الحديثة على نفس الإيقاع بنفس النظام السياسي بحالة من الاستقرار والثبات. هذا تقريبا لم تعشه أي دولة عربية باستثناء ربما بعض الملكيات في المغرب، دول نعم الخليج، وحتى هناك يعني عانت من بعض نعم المشاكل في إدارة دائما بنقول السلطة سعادتك وتداولها. الحمد لله على الأمن والأمان اللي عم نعيشه في هذا البلد. وممكن في ناس كتير دائما بتضل تقول حاملين الأمن والأمان، فعلا لأنه في كتير من البلاد المحيطة لا تعيش هذا الأمن والأمان. فما معنى الاستقلال؟ يعني شو معنى الاستقلال؟ أن أكون أمينا في بيتي، أروح أطلع شغلي، أعيش حياتي مع عائلتي أكيد ببلد يعني آمن. تفضل. ماذا يريد الإنسان من نعم الاستقلال وأن يحكم ذاته إذا عجز عن حكم نعم ذاته وسادت الفوضى والخراب نعم والاقتتال في بلد ما؟ نعم الأردن يعني هذه الميزة التي وفرها الهاشميون بسمات التسامح والاعتدال والإدارة الحكيمة نعم للتناقضات للإشكالات التي تنشأ نعم ليس داخليا فحسب ولكن أيضا مع الجوار وفي الإطار العالمي. عندما تتوفر قيادة تأخذ القرار بحكمة تنسج علاقات تشكل سياجا يحمي الأمن الوطني كما فعل الأردن دائما، فهذه نعمة لا تضاهى، لأنه نرى حولنا ونرى في العالم حجم الإشكالات التي تحصل، أكان في انقسامات وحروب بينية نعم مع الجوار أو في انقسامات داخلية وتقلبات نعم وانقلابات. هذا لم يحدث في الأردن، وعندما أطلت فتنة ما برأسها أو إشكالات داخلية أو انقسام ما القيادة كانت تعالجه بمنتهى الحكمة وتمزج ببراعة بين الحزم واللين نعم لدائما الوصول إلى النتيجة الأخيرة وهي حماية النسيج الوطني ووحدة النسيج الوطني. عبر أكيد العديد من الحمد لله المحطات نعم واجه الأردن تحديات من هذا النوع ولكنه تغلب تغلب عليها عليها جميعا، ويمكن لأي شخص منا أن ينظر إلى الخلف ويرى أن آبائه وأجداده تمتعوا ببيئة آمنة للنمو والازدهار، ومكنت الأردن أن يكون ما هو عليه نعم اليوم. أنا بشكرك سعادتك على هذا اللقاء وهذه البطاقة المحبة كمان، وبشكرك على زيارتك لمكتب النورسات امبارح أمس أنت ورفقة والله النواب. تشرفنا بأخذ المعلومات عن الدور اللي بتلعبه نورسات، وهو دور إيجابي تنويري نحتاجه، وهي يعني قناة وحيدة من نوعها، الله يسعدك، شكرا لك، فكل الدعم وكل التأييد وإن شاء الله بالتوفيق دائما تسلم يا لنورسات سعادتك، شكرا، ولبلدنا ولقيادتنا وشعبنا. آمين يا رب، شكرا لك، شكرا أهلا سعادتك، وسهلا، شكرا أهلا وسهلا. شكرا شكرا. أبونا ذكر سعادة العين جميل النمري عن الاستقلال وحط ويعني نبذة عن تاريخ هذا البلد في العائلة الهاشمية ومآثرها، وأيضا
المراحل اللي مر فيها الأردن لينال هذا الاستقلال، ما معنى الاستقلال بمفهومي العميق؟ ما معنى أن أكون مستقلا في أو نحترف نحن بالاستقلال؟ نشيل الناحية السياسية والتاريخية، لكن الاستقلال بمعناه الحاضر بين الإيمان ومثل ما حلقتنا والواقع. يعني سيادة المطران جمال خضر نشابونه معلش لحظة لو أوكي ريمون سيدنا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. معنا سيادة المطران مش جمال خضر. مش عم تسمع. سيدنا صباح الخير وصباحك جميل، ومننقول لك مبروك مرة أخرى هذا التعيين وهذه الصيامة مطرانا على الأردن كنيسة اللاتين النائب البطريركي لكنيسة وبطريركية اللاتين في الأراضي المقدسة. سيدنا نحن نحتفل ب25 الشهر في عيد الاستقلال الأردني، فبطاقة معايدة من حضرتك. صباح الخير للجميع، وأول شيء كل تمنياتنا و تبركاتنا للشعب الأردني كافة، وخاصة لقيادة هذا الشعب لجلالة الملك على هذا العيد. التمنيات لجميع المواطنين بأن يكون هذا العيد هو احتفالا بالاستقلال فعلا وبكل ما تعنيه لنا هذا الوطن. هو تجديد لالتزامنا، التزامنا بخدمة هذا الوطن، التزامنا ب القيم التي قام عليها هذا الوطن، التزامنا بالانتماء له، التزامنا بالتعايش، التزامنا أيضا بالضيافة التي تميز بها الأردن وبكل ما يتميز به الأردن. هذا العيد هو مناسبة لكي نعود من جديد ونجدد محبتنا لهذا الوطن واستعدادنا لخدمة هذا الوطن. ولجميع المسيحيين، نحن مواطنون أصليون في هذا في هذا الوطن وننتمي إليه، مثلنا مثل الجميع، ونقدم كل خدمة في هذا الوطن، نعيش في هذا الوطن، نحن منه وهذا الوطن الذي نخدمه. والمسيحيون في هذا الوطن قاموا بخدمة فعلا الجليلة لهذا الوطن على مدى الأعوام والفترات السابقة كلها، ولذلك احتفالنا بهذا العيد هو أن نجدد التزامنا فعلا بأن نخدم هذا الوطن وأن نستمر في هذا التعايش، في هذا الانسجام، في هذه المحبة والانتماء إلى هذا الوطن. هذا ما نتمناه لجميع المواطنين، هذا ما نبارك به للجميع، نبارك لأنفسنا بهذا العيد على أن نستمر دائما في محبة هذا الوطن وفي الدفاع عنه وفي خدمة هذا الوطن. هذا ما يمليه علينا إيماننا وهذا مواطناتنا أيضا في هذا البلد، وما نتمتع به أيضا في هذا البلد من خيرات كثيرة لا نقدرها أحيانا إلا عندما نرى جيران لنا فقدوها، فقدوا الأمن والأمان، فقدوا يعني الكثير من النعم التي نتمتع بها في حياتنا اليومية في هذا الوطن. هذه هي تمنياتنا للجميع، وهذا هو التزامنا أيضا، التزامنا ككنيسة في العمل وفي خدمة الجميع وفي تربية الأجيال على محبة الوطن والانتماء إليه. أنا بشكرك سيدنا على هذا الكلام الطيب وهذه المحبة الفائقة للعمل، لأنه هذا ينطلق من كمان أيضا روحانية كنائسنا في أنه نكون أمينين على هذا البلد وعلى الحفاظ عليه. فهذه رسالتنا ورسالتنا الكنسية أيضا المشترك فيها مع هذا بين الكنيسة والوطن. فبشكرك وشكرا لك لهذا التواصل في هذا الصباح. شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا, شكرا. الله معك سيدنا. نرجع أبونا لهذا السؤال بين عيد الاستقلال، مع معنى الاستقلال بين الإيمان والواقع، خاصة وإحنا عم نحكي عن الحضور المسيحي لبلدنا لكنائسنا. فتفضل أبونا. بدي أشكر سيادة المطران جمال وسعادة العين جميل على هذه المداخلة. نعم.
وعنوان هذا اللقاء هو هذا الحضور المسيحي في المئوية الأولى. نعم. عندما نتحدث عن الاستقلال، الاستقلال ليس لقاء نتحدث به بطرب. نعم. وفخر. نعم. وليس أهزيج. نعم. وليس احتفال. نعم. بل هو علاوة على ذلك بكل ما في هذا من جمال، علاوة على ذلك أن نتذكر أن لهذا الوطن واجب. نعم. وأن هذا الوطن أمانة. نعم. وأن أبناء هذا الوطن وضيوفه عليهم أن يدركوا أن ما فيه من ميزة هي بركة ونعمة مقدسة ينبغي أن نقابلها بالثناء بالحمد لله تعالى وبإصرار على مواصلة العمل من أجل الإنسان. عند الملك حسين رحمة الله عليه رفع شعار فلنبني هذا الوطن ولنخدم هذه الأمة. الاستقلال لا يمكن أن يتم حدثا، والاستقلال هو ليس ما حدث في سنة 1946 فقط، وإنما بالنسبة للأردنيين على مدار 76 سنة هو إنجاز، تراكم، إصرار، عزم، إرادة، وتطلع نحو مستقبل. نعم. يعني عندما نقول، وهذا عنوان الحلقة، نعم، في المئوية الأولى. نعم. ونحن على أعتاب المئوية الثانية. نعم. الأردن دولة ناضجة. الأردن بلد بالغ راشد عاقل عمره 100 سنة. انظري حولنا، لا يكفي أن نتوقف عند الرقم 100. نعم. ماذا تعني 100؟ 100 بلغ الحكمة. 100 إنه كبر في حكمته، وهو كالنسر يتجدد شبابه. هذا الوطن، هذا الوطن يستحق أن ننظر إليه. أشير إلى أنه هذه المئوية الثانية وإحنا وجيراننا. نعم. الأردن يظهر بعبقرية إنجاز. نعم. ليست موجودة حولنا. نعم. إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الأردن، قديش في بالأردن يعني مناطق قابلة للزراعة. الأردن حول الصحراء إلى حياة. الأردن حول الفقر إلى تحدي. الأردن حول قلة العدد إلى حضور مهيب. شوفي جلالة الملك عندما يذهب، وأنا شفته أنا شخصيا بواشنطن. نعم. عندما يذهب إلى واشنطن بتحسي إنه رئيس دولة من الدول، رئيس دولة من الدول العظمى. ثم عندما تظهر قيمة الأردن الأخلاقية والأدبية والمعنوية، ما دام تحدث عن مئوية ثانية، تحدث عن إيمان، أنا بديش أذهب إلى الإنجاز السياسي على أهميته، والإنجاز الاقتصادي على ضرورته وفائدته، ولكن بدي أشوف إنه، وأنا لا يمكن أنسى إنه هذه المحطة هي محطة نورسات، وهي تحمل رسالة المسيح بأردنيتها. أنت نعم. نورسات الأردن. نعم. هناك ميزة إلنا بالأردن، إنه هذا المسيحي الحاضر منذ 2000 سنة، ابن الجماعة المسيحية الأقدم، يمشي مع أخيه المواطن في هذا الوطن ودون أن يؤثر إيمانه، بل بالعكس يشجعه على المزيد من هذا الانتماء. نعم. وبتطلع أنا بشوف هذا التمازج في المئوية الأولى اللي منحمله، ومن من من يعني إحنا بنعمل ميزانية. نعم. هذا الوفر، هاي الأرباح. نعم. اللي حققناها
في هذه المئوية سننقلها إرثا في المئوية الثانية. ومنشوف لسه بالأمس القريب جلالة الملك يأخذ جائزة, يحصد يحصد جائزة. هذا الأردن في الاستقلال بنتذكر اللحمة المسيحية الإسلامية في وطن واحد, بدنا نتذكر هذا الدور الذي لعبه المسيحيون وعلينا أن نقدمه أكثر. وما بهمني, ما بهمني الرقم, العدد, النسبة. واحد بيقول لي أقلية, واحد بيقول لي طائفة. أنا أردني 24 قيراط, أنا أردني وأمي أردنية وأعشق هذا الوطن. أنا كمسيحي وأعشق هذا الوطن, وهذا ليس ممارسة سياسية. إحنا لا أنا ولا أنتي, لا إحنا بحزب ولا إحنا بوظيفة في الدولة ولا إحنا نواب ولا إحنا أعيان ولا نحن وزراء ولا نحن مدراء ولا, وليس عندنا أجندة سياسية. أجندتنا وطنية. في الماضي يعني كان يظن أنه اللي بيحكي بقول الله الوطن الملك أنه هذا سياسة, هذا إيمان. نعم. أنا في كل قداس بقدمه, أنا لا أحتفل بالوطن وقائده وجيشه مرة بالسنة. نعم. أنا المسيحي في كنيستي أحتفي بالوطن وقيادة الوطن وجيش الوطن لأجل ملكنا. كل خوري بحكيها كل يوم, منصلي 3 مرات لأجل ملكنا ومساعديه وجيشه وبلاطه وحكومته ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح. نحن في الاستقلال نعود إلى فهم القيامة. نحن منتجاوز, نحن نخرج إلى النور ونقدم هذا النور, ليس فقط في سبت النور, ليضئ نوركم قدام الناس. علينا في الاستقلال أن نتذكر إنه شهادتنا المسيحية نور. أجمل نور نقدمه هو نور القبر المقدس اللي بيجينا واللي إحنا منحوله إلى نور روحي, نور معنوي بهذه الشهادة. وإحنا ملح, قلتي ملح, ملح, يا سلام. والخميرة نعم. كلها معلقة صغيرة بتخمر, معلقة صغيرة بتملح معلقة تعطي نكهة. نعم. هل امبارح سئلت في على لقاء عبر الزوم, يعني ايش معنى ان تكون مسيحي واقلية؟ قلت له انا ارفض, انا يعني اريد ان اختم هذا. نعم. هذا المحور. انا انظر الى دوري كملح بغض النظر عن نسبة هذا الملح. نعم. ودائما أنا بقول يا جماعة بدناش نزيد الملح مشان ما نعملش ارتفاع بضغط الدم. الناس بدهم, إحنا بدنا الملح, شو بسموه الملح اللي الطبي هذا اللي هلا جديد, ملح البحر وملايا. فنحن يجب أن نكون ملحا للبحر يعطي هذه النكهة التي تضيف لجمال وطننا. وفي استقلالنا مطلوب هذه الإضافة أن تكون أكبر وأجمل. الله يسعدك أبونا. معنا طولنا عليك سعادة النائب, لكن الكلام يستفيض مع أبونا نبيل حداد, وهذا هل الحماس في الكلام عن الوطن. فصباحك نور وشكرا لاتصالك. تفضل سعادتك. ألو ألو. أوكي تمام. برجع له ممكن اتصال. طبعا احنا بنشكر كل الأشخاص المتابعين على صفحتنا على نورسات وعم بيرسلوا صباحاتهم الجميلة. مبروك للأردن, وأيضا من مي حدادين, وخرجت من أصعب الصعاب وابتدأت وامتدت جذوره في أقاص المعمورة. شكرا لكم لصباحاتكم لأمنياتكم الجميلة ومتابعتكم معنا في هذا الصباح المبارك. إجانا اتصال ريمون, أم نكمل مع أبونا؟
أبونا لما بنحكي عن الاستقلال، ما معنى الاستقلال مثل ما كان تفضل سعة العين جميل النمري؟ أن أكون مستقلا، أن أشعر بهذا الاستقلال. يعني في كتير بلدان ما عم تشعر بهذه الراحة في العيش في أوطانها، في كتير من مدن محتلة فيها الحواجز، لما بنقول انه محتله يعني بتعيش يوميات فعلا مزعجه، ونحن ما بندرك العطايا والنعم اللي احنا بنعيش فيها ببلدنا. سعادتك صباح الخير. صباح الخير. صباحك نور والعام والوطن بخير. الله يسعدك يا ربي. تفضل سعادتك، معك انا وابونا نبيل حداد عم نسمعك. الله يطبخكم بالخير. مرحبا ابونا نبيل. صباح الخير يا عمر، هذا الاسم الجميل، اسم 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 جميل سعادة النائب. الله يخليك يا ابونا، يخليكم جميعا، وكل عام وانتم والوطن وقائد الوطن بألف خير يا رب. امين امين يا رب. سعادة النائب عمر النبر، وانت نائب في البرلمان الاردني، وايضا تخوض في العالم السياسي، وانت نائب مسيحي في هذا المجلس الوطني، فماذا تقول عن هذا الحضور المسيحي؟ واحنا نراك ايضا مشاركا في المناسبات الكنسية، ودائما حاضرا في هذه الجمعات وهي النشاطات، وبين الرعاية وأبناء الرعاية والكنائس، فأنت بين الحضور المسيحي بين الإيمان والواقع، كيف ترى في ظل المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا نحن على أبواب عيد الاستقلال بيوم الأربعاء 25 الشهر؟ تفضل. يعني كان وما زال الحضور المسيحي بجميع بالأمور العامة والأمور الاقتصادية أيضا في تاريخ الأردن موجودا، وإن شاء الله سيبقى بالمئوية الثانية موجود وسيزيد. فصل التليفون، في مشكلة مع الخطوط. طيب نرجع للنائب عمر النبر. عمر سعادتك، الله يطبخك. عندنا مشكلة بالاتصالات، قطع الشبكة. نعم تفضل. وين وصلنا؟ احنا بنحكي لكمان للمسيحيين الاردنيين. نعم. الموجودين خارج الاردن كمان. نعم. نتمنى انهم كمان يعيدوا النظر، ونتمنى انهم يرجعوا يكون لهم موطئ قدم في الاردن، مع انهم موجودين في الخليج العربي وامريكا، ولكن نتمنى انهم يرجعوا يساهموا بالنهضة بالمئوية الثانية، ونتمنى انهم يرجعوا وهذا بلدهم ويشاركوا في البناء. نعم، يساهموا في البناء. نعم. وفي الاقتصاد الوطني. نعم. نعم، هذه رسالة يعني كمان انت عم بتوجهها للمغتربين. نعم صحيح، لانه يبدو انه في يمكن نسبة منيحة من معظم العائلات المتواجدة خارج الأردن. الأردن. نعم نعم فعلا، معظم العائلات إلها أصول وجذور وعائلات كبيرة. نعم. بالأردن. نعم. لكن تحن دائما، يعني بتلاقي هالأردن وهالمحبة. صحيح. الأردن دائما حملينها في دول الاغتراب. صحيح. نعم. صحيح سعادتك. بطاقة معايدة، أمنيات قبل ما ننهي الاتصال معك سعادتك. نعم. حابب يعني تحكي شيء؟ يعني بتمنى للوطن ولقائد الوطن وللشعب الأردني أجمع عام ومئوية أخرى تكون أفضل من اللي سبقت، وكل هالسلبيات اللي إحنا اللي في بعض السلبيات اللي موجودة إنه نحاول نبني على الإيجابيات إحنا، والإيجابيات كثيرة الواحد ما بيعرفها إلا لما يسافر ولا يهاجر بيعرف الإيجابيات اللي في البلد. نعم. ونتمنى هالسلبيات اللي الناس اللي والناس المتشائمة والناس اللي بتفكر بالسلبيات، نتمنى إنه تحاول نتجاوزها ونبني على الإيجابيات ونطور حالنا ونطور بلدنا خلال الأعوام القادمة، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. وانت بخير سعادتك، وشكرا لك ولجهودكم في المجلس أيضا،
وهالخدمة اللي عم تعملوها، فيا ربنا يعطيكم الصحة والقوة للاستمرار والتقدم والازدهار. شكرا دكتورة، شكرا لك، وصباحك نور. على خير ان شاء الله، ان شاء الله وانت بخير يا رب. شكرا، بخير يا رب. شكرا، اهلا وسهلا. ابونا، مثل ما تحدث مع النائب عمر النمر، كيف تجد ايضا السياسي المسيحي، هل يمارس ايضا اراءه وفكره في وانخراطه في العالم السياسي؟ دكتورة الله يصبحك بالخير، انا يعني احب ان اسمي الامور باسمائها. تفضل. انا ارفض نقول السياسي المسيحي والسياسي المسلم. نعم. السياسي الاردني. نعم. نشأتنا، تربيتنا، انتماؤنا، حضورنا، دورنا، واجبنا، هذا أنا يعني أنا إيش في فرق بيني أنا بقلم شوتي وبصليبي وجبتي؟ هذا لا يزعزع ولا يقلل من دوري، من مواطنتي. أحمل رقم وطني، أحمل رقم وطني، هذا الرقم الوطني يعني انه انا ابن هذا البلد. ابن هذا البلد. انت حكيت ابونا انه المواطن، انه احنا في الاردن ما منحب نفصل، لكن في بلاد كتير بتفصل بين المسيحي والغير مسيحي في بلادهم اللي بيعيشوا فيها، ويتميزون في المعاملة. فنحن بالاردن يعني انت حبيت تركز انه احنا ما عندنا فرق لا مسيحي ولا احنا في مواطنة، عايشين مع بعض كمواطنين، إلنا حقوق وإلنا واجبات حسب الدستور الأردني. فواجبنا نحن دائما منقول كمواطنين، وإحنا خاصين في نورسات عم نحكي عن كمسيحيين، هلا مظبوط إنه إحنا كمواطنين، لكن كمسيحيين علينا واجبات نأديها لبلدنا، يعني ما نعتبر حالنا إنه نحن منفصلين عن هذا النسيج الوطني، لأنه في كتير مؤخرا من كتر الاضطهادات اللي عاشوا فيها في بلاد أخرى المسيحيين، من قتل وتشريد وتهجير وإلى آخره، فصار في الإنسان المسيحي في الدول العربية ينظر لحاله إنه هو إنسان دائما مستهدف، يعني دائما انه الطخ عليه بطل يجي. فخاصة مثلا في حادثة استشهاد شيرين ابو عقلة. نعم. انت شفت اللغط والحكي اللي ما له طعم، يعني دائما بقول وما نركز عليه لانه عم نعطيه اهمية وهو مش مهم. هو 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 شيرين شهيدة الحق والطريق والحياة. نعم. ومش شهيدة إعلان. نعم. بس ليست شهيدة الجزيرة بس، مش شهيدة جنين أو في جنين، هي كانت شهيدة للحق والحقيقة. والعلاقة ما بين الإعلامي الصادق، هلا يعني الإعلام نشوف حوالينا أشكال وألوان. نعم. ولكن الإعلام هو رسالة، الإعلام هو نقل معلومة حقيقية ومن أجل الخير. نعم. لما بكون نائب يعني احنا بدنا نفتح مجال للاتصالات. أنا بحبش أقاطعك أبونا، لكن كمان سعادة النائب الدكتور هاي العياش معنا على الخط. صباحك نور سعادتك. أسعد الله صباحكم أخت باسمة وأبونا نبيل حداد، وأسعد الله صباح الوطن الجميل. الله يسعدك، شكرا لك، وشكرا أيضا لزيارتكم أمس لمكاتب نور سات، فهذا بيبين مدى هاللحمة وهالتعاون وهالتواصل ما بين هذا المنبر الإعلامي المسيحي الوطني الأردني، وما بين أيضا مجلس النواب وفي أبناء الكنيسة اللي أيضا في هذا العمل السياسي اللي بنتمنى لكم فيه كل التوفيق. ماذا تقول سعادتك في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مناسبة عيد الاستقلال 76 اللي بيصادف هذا العام؟ تفضل. كمان مرة أسعد الله صباح الوطن الجميل، وهذه الأيام المباركة التي نحتفل بها بالعيد 76 لاستقلال مملكتنا الأردن الهاشمية، التي نفاخر بها الدنيا. نعم. ونقول دائما بأننا في المملكة الأردنية الهاشمية
مسيحيين ومسلمين إخوة أعزاء، تربطنا وحدة حال ومصير، ويتربطنا قيادة هاشمية حكيمة قادت هذه السفينة إلى بر الأمان في المئوية الأولى وستقودها في المئوية الثانية إن شاء الله. لذلك نقول كل عام وسيدنا قائد الوطن وسمو ولي العهد والشعبنا الأردني بألف خير، وأن يعاد هذه ذكرى الاستقلال أن تكون استقلال نحتفل ونفاخر به، وتكون دائما أيام هالوطن سعيدة وجميلة إن شاء الله بوجود الإعلام الحر ووجود الناس الطيبين الخيرين الذين يعملون من أجل رفعة هذا الوطن بقيادة جلالة سيدنا. آمين يا رب. آمين سعادتك، ومني ومن أبونا كل عام وانتم بخير. سعادة الدكتور أبو المجد، بورك فيك بورك فيك، الله وكل عام وانتم بخير. تسلم أبونا وأنا يعطيكم ألف عافية. وهذا الإعلام الحر، الإعلام النزيه الوطني، إحنا دائما نفتخر بالإعلام اللي هي السلطة الرابعة في هذا البلد، فإن شاء الله بنتمنى دائما أن تكون الكلمة الطيبة تخرج من الطيبين، وأنتم كذلك ستي. شكرا لك سعادتك، ونهارك مبارك يا رب، ومزيد من النجاحات والتقدم يا رب في خدمة هذا البلد وهذا الوطن. شكرا شكرا لك، كل عام وسيدنا والوطن بألف خير. شكرا. ألف خير. شكرا شكرا. كنا نقول دكتورة قبل اتصال سعادة النائب هائل، انه هي كانت يعني شهيدة الحق والحقيقة. نعم. ورأينا هناك الحديث. نعم. انا اقول اوكي. رأينا حديثا يعني وللأسف كان سمجا. نعم. اظهر ان بعضهم اما جلهم فكان كريما طيبا محترما ومحترما لما حدث، بعضهم نصب من نفسه وأعطاها وكالة ليتحدث باسم السماء، وهو قنصل للسماء الذي يصدر تأشيرات دخول إلى جنان الخلد وغيره. أقول هذا مزعج. نعم. ويعني ينم عن جهل وسماجة. نعم. ولا يزعزع انتماءنا وارتباطنا في هذه الأرض وأخوتنا مع إخوتنا المسلمين في إسلامهم المعتدل الطيب. نعم. ونحن نحب كل اعتدال، كل اعتدال نحن نحبه. نعم. وهذه رسالة لكل المعتدلين، نقول لهم أن في الاستقلال نحن نعاهد الله والوطن، إن نظن احنا وياكم في حلف الاستقلال. نعم. الاستقلال في 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 وقتنا هذا، وأعيد الإشارة إلى أنه عندما نكرم الحياة ونحترم الموت نكون مؤمنين. نعم. احنا شفنا ما تعرضت له يعني شيرين أبو عاقلة. نعم. وشفنا كيف أرهبت وأرعبت بجثمانها وبعلم فلسطين، كانت مخوفة 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 أعدائها، وهي ميتة وهي شهيدة. ورأينا أن هناك عدم احترام لحياتها قتلوها. نعم. وعدم احترام للموت فدنسوه. ولذلك أعود إلى الاستقلال. نعم. والكلمة الطيبة اللي حكاها أخوي الدكتور النائب عمر النبر. نعم. عندما قال أن نبعث بالرجاء. نعم. بالأمل في الأرجاء. الأردن في الاستقلال يظهر لنا ويعطينا درسا بأنه ناضج. نعم. كما قلت حقي مش صغير الأردن. نعم. الأردن بيوزع فهم، بيوزع عقلانية، بيوزع انتماء للسماء وللعروبة، وإحنا كعرب بنعتز بالدور العروبي الذي يقوم به هذا الوطن. والأردن شجاع، كيف الزلم الشهم الكريم الأردن هيك يتعرض لضغوط ويرفض أن يركع، وجلالة الملك بيقول لا وإحنا لا ننحني. هاي مفردات
مش اعتباطا تأتي. نعم. هذه مواقف تنم عن رسوخ في الثبات وثبات في السياسة، في المبادئ، في الحق وفي الحقيقة. ومبين عليها الأردن مشهود له أنه وطن فيه في سياسته دولة فيها أخلاق الدولة. لا أتحدث عن ممارسات يومية ودائرة هون وتقصير هناك وإلى آخره، هذا موجود. ولكن في الاستقلال نحن لا نرى العيوب، لا نرى العيوب لنسجلها على الوطن، بل نراها لنجعل منها تحدي صحيح، وأيضا نرى جمال هذا الإنجاز. نعم. هذا التلاقي، هذا الحب ما بين أبناء الشعب الواحد. إحنا بدنا نكون ملح يعطي نكهة، بدنا نكون نور يكون ضد الظلمة، وأن نكون أبناء الاستقلال وأبناء القيامة. الاستقلال والقيامة نور، حرية، انطلاق، وأمل ورجاء. آمين. أنا بدي أقول إليك كل عام وانت بخير. شكرا يا أبونا. وبدي أقول لجلالة الملك، نعم، أنه من هذا المنبر نحن نجد، ما نبايعه، احنا بايعنا. نعم. 99 بايعنا، نجدد له المبايعة. نعم. والشيبات اللي بين على على بشعر راسه احنا يمكن احنا شيبناه. وهذا ولكن نحن ايضا نحبه ويحب هذا الوطن. نقول له انه نلتف حوله، مؤسسة العرش ومؤسسة الجيش صنوان، واحنا راح كنا نصلي وراح نظل نصلي. وكل عام وهو وولي عهده الشاب المزيون الأمير الرائع الذي نحب، الذي يمتلئ حيوية ورسوخ، إن شاء الله يبقى الهاشميون بخير والأردنيون بخير، ونحن نلتف حول الجميع. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا أبونا. وبهذه الكلمات طبعا نختم حلقتنا. بنتمنى للجميع ألف كل عام وانتم بخير، والوطن بألف خير، ومسيحيين ومسلمين في هذا الوطن، مواطنين مناش نفرق بهذا الوطن وبكل العالم، أن يكونوا دائما بخير. نشكر الطاقم اللي كان على البث اليوم، نورسات الأردن ولبنان. بنتمنى لكم أياما سعيدة وعيادا مباركة، وإحنا نحتفل قريبا في عيد العنصرة وعيد اللوميير، فنتمنى لكم كل التوفيق والاستمرارية اللي تبقى نورسات رسالة سلام ومحبة وتلاقي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. أردن يا عزم وإصرار، يا منبع نسل الأبرار، يا مهلب كل الزوار، وكلمة حب بتحكيها، حضنك ملجأ للمقهور، والزاير دارك مبهور، ولو وصفوا أرضك في الصور ما في كلمة توفيها. العزوة وانت الدار، منحبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا، مهما بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. أردن
عشقك وحدنا. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وازرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وازرع أردننا على كفك. وزرع أردننا على كفك. بيرضى بشر وأشرار مهما يعلى لهب النار. بيعرف كيف يطفيها وتراب الأردن مسحور. سحر تخطى السبع بحور لو طفوا الشمس من النور. أردن انت تضويها. شر وأشرار مهما يعلى لهب النار. بيعرف كيف يطفيها وتراب الأردن مسحور. سحر تخطى السبع بحور لو طفوا الشمس من النور. أردن انت تضويها. أردن انت تضويها. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وزرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الأيام وزرع أردننا على كفك. وزرع أردننا على كفك.